معلش. مرحبا جميع مشاهدي ومتابعي جريدة منبر 24 في إطار دعم الشباب من مدينة جمعة صحيح. نقول لكم مرحبا ومساء الخير لجميع المتابعين الأوفياء لجريدة منبر 24. فالأخ سوفيا يونس الخضاري دار واحد المشروع اللي صراحة يستاهل التشجيع. هو ابن ساكنة جمعة صحيح، وكما كتشوفوا الإبداع دياله في هذا المقهى المتنقل لعاد جديد. يونس مرحبا بنا عندك، مرحبا بجريدة منبر. الله يبارك صحة الرزاق. شكرا. يونس كيفاش كانت الفكرة ديالك باش بديتي هذا المشروع؟ هو قرب عندك الميكرو. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الفكرة جات من بعد واحد المشاورات والأفكار. فكرت شوية. صديق ولا فكرتي أنت بواحد؟ لا، اقترح علي واحد صديق. وما كانت البداية؟ البدايه ديال المشروع ولا البدايه المشروع؟ بدايه المشروع التمويل من ناحيه الاصلاح. من ناحيه هو حتى شي حاجه ما كتجي من والو، شويه تصبر. حتى حاجه ما سهله. بارك الله عليك. اي حاجه كتقدم المشروبات اللي كتقدم الزبناء ديالك، شنو هما المشروبات اللي كتقدم الزبناء ديالك؟ كاين عندنا القهوه، الحليب بالشكلاط، حليب باللويزا، حليب بالزعتر، حليب بالسيرو، ومع الوقت ان شاء الله غادي نقدروا نديروا العصير الليمون، غادي نقدروا نديروا شي حاجه فريش. بالنسبه عندك، واش عندك حتى بالنسبه للحلويات؟ كنشوف كاين عندك حلويات. كاين حلويات وكاين وتبارك الله تشي كيبان لي نقي عندكم مرضهم. تبارك الله عليك، الله ييسر لك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا. العقبات اللي واجهتها في المشروع، واش كانت الامور ميسره ماديا ولا شنو؟ في الاول كانت المشروع كفكره، من بعد الدراسه وكذا وحساب ديال المشروع نزلناه الأرض الواقع وبعد مشاورات. وكنشكر كاين بعض الاصدقاء والاخوان ديالي دعموني حتى معنويا ماديا، شكرا لهم من هذا المنبر. امين والطيبي، الاصدقاء ديالي بزاف تما دعموني. اللي ما دعمكش ماديا كيدعمك غير معنويا، والناس السكان ديال الحي اللي جيت حداهم تما هنا، الله يعمرها دار، حي رزاز وحي الحرج زمران، حتى هما تلقيت الدعم من جميع. يعني كيدوز غير الناس مع الطريق كيرفع لك، كيعطيك الدرابو ديالك، كيقول لك برافو عليك. حتى انا كنقول لك برافو عليك السي يونس، وفكره رائعه وجميله، وحتى المنظر زوين تبارك الله وكيجذب الناس. شكرا. كنسولك واش هادشي كتخدموا بالطاقه الشمسيه؟ حيت ما كاين عندنا الطاقه الشمسيه، هذا النوع ديال الطاقه الشمسيه نوع مزيان، يعني ماركه مزيانه المانيا، كتقدر تخدمك في الغمام وبلي كتكون الشتا، ويعني في الليل كتبقى مشارجه. ديري لي هذا ريجيستونس ديال الباتري هو هذا هنايا، وعندنا المحوي معاه كيعطيك الفولتاج اللي دايز من هنا للباتري، من الطاقه كيعطيك الفولتاج اللي دايز عندك. بالنسبه للطاقه الشمسيه دابا كتخدم بها غير البريسر فقط؟ لا، خدم كلشي. بالنسبه لهاد الاضواء ديال الزين اللي داير هنا؟ كلشي. بالنسبه لهاد اللافته هادي؟ كلشي. كافي موبيل. دابا انا نسولك بالنسبه للاثمنه اللي كتقدم بهم، مثلا قهوه كحله او حليب بالشوكولاط. الاثمنه جد مناسبه، وثمن اللي هو بسيط، ثمن رمزي. الناس ذوق القهوه الكافيين بواحد الثمن اللي هو بسيط. خمسة دراهم. فمتابعينا الاوفياء، سي يونس عنده ثمن تبارك الله مناسب اللي هو 5 دراهم القهوه او حليب الشوكولات. فاللي بغى يجي عنده فهو كيتواجد في مدينه جمعة صحيح، فعلى الطريق الرئيسيه اللي غاديه مدينه اسفي كما كتشوفوا متابعينا الاوفياء.
فكنتمنوا تبارطاجيو هذا البث وتدعموه ما امكن. كما كتشوفوا ان تبارك الله عليه السياره عنده لداخل نقيه، عنده حتى البريسه نقيه، الخدمه اللي كيخدم. ممكن تصاوب لنا شي قهوه سي يونس؟ شكرا. فمتابعين اوفياء، احنا الان في مدينه جمعه سحيم ضيوف عند الشاب يونس الخضاري ابن مدينه جمعه سحيم. فكره رائعه، كنتمنوا من السلطات يدعموا بحال هاد الشباب ويوفروا لهم ويعاونوهم ويساعدوهم معنويا. كما كنتمنوا تبارطاجيو هاد البث باش تدعموا هاد الشاب هذا، ففكره رائعه وزوينه تبارك الله. كنتمنوا الشباب تما يطوروا افكارهم ويحاول اللي عنده شي مشروع كيفكر فيه يحاول ينزلوا الارض الواقع. فهي حاجه هي صراحه صعيبه غير البديه، ولكن الا كان عندك واحد الهدف باغي توصل ليه فان شاء الله غادي توصل ليه. اللي درتي يا خويا من عندك مزيانه. فمتابعين الاوفياء، هذا المقهى المتنقل كاين في مدينه جمعه سحيم، في المدخل من ناحي من جهه مدينه اسفي على الطريق الرئيسيه. فاللي بغى يشرب القهوه ديالو هنا فسيونز دير ليه الكريسي والطبله فين يشربها، اللي بغى يديها معاه راه كيديها معاه طبيعه الحال. ثمن جد مناسب ليه هو 5 دراهم. كنتمنوا تشجعوا هذا الشاب بالبارطاج. فهذه القهوة اللي كيصاوب سي يونس كما كتشوفوا تبارك الله، داك الشيء زوين. كنتمنوا الناس اللي غادي لمدينة اسفي يجي عنده ويشجع هذا الشاب في عود ما تاخذ قهوة في شي بلاصة أخرى أولا في شي هذا، فهذا أولى بها، أولى بهذاك وبثمن مناسب بجودة كما قال، جودة مزيانة ديال القهوة. سي يونس شي كلمة للمتابعين اللي كيشوفوك الآن، شنو تقول لهم؟ كنشكر أولا القناة ديال منبر من 24 واللي جاو عندنا وتواضعوا معنا وتاحوا لنا الفرصه باش نبانوا المشاهدين والسكان ديال جمعه سحيم ولا السكان ديال عبده كاملين اولا المغرب كامل. كنشوفوا بحال هاد المشاريع هادي كانت منتشره في اوروبا في الاول، دابا بدات كنشوفها في العالم العربي كامل، حاليا دخلت المغرب. يعني كتعطي فرصه للشباب باش يحاول الدخل اليومي ديالو يتوفر دائما، وهذا هو المبغى لاي شاب مغربي خاصو. الناس اللي كيشدوا الطريق شنو تقول لهم وكيدوزوا على مدينه جمعه سحيم؟ مرحبا بكم، قهوه كافي موبيل يونس بجمعه سحيم، كرحب بكم كرحب بالزبناء كاملين. الثمن اللي هو 5 دراهم. مرحبا بالجميع ومرحبا حتى بالسكان ديال جمعه سحيم والناس ديال حي رزاز او حي الحرش، الناس اللي رحبوا بيا وشجعوني حتى هما. يا كنشكرهم من هذا المنبر، الناس بادرتني بحال واحد السيده كاينه هنا حدايا فتحت لي المحل ديالها، قالت لي بلا ما كنت غادي متقل حتى للدار، يعني يمكن لك تحط عندي هذاك الشيء اللي كنشكرها حتى هي مسكينه الله عمرها دار الناس ديال حداها. يعني الناس دعموني ماشي ماديا انما معنويا، فهمتي كيشجعوك، هذا هو المبغى والحمد لله على كل حال. سيونس كنشكروك وتا حنا كنقولوا لك الله ييسر ليك والله يجيب لك التيسير، وكنقولوا للمتابعين الاوفياء اللي داز من دين جمعه سحيم فضروري يجي يشرب قهوه عند سيونس. فكما كتشوفوا واحد الجلسه هنا زوينه حدا الحديقه ومكان زوين تبارك الله، كافي موبيل. الا كنتي خارج من مدينه جمعه سحيم وغادي الاسفي غتلقى علي من ديالك ملي تخرج من مدينه جمعه سحيم. وكنشكروا الناس اللي تابعونا على هذا البث المباشر، وكنعاودوا نقول لكم مره اخرى بارطاجيو هذا البث باش تشجعوا الشباب ديال المغرب وشباب مدينة جمعة سحيم وجميع شباب المغرب. وكنتم معنا متابعين أوفياء من مدينة جمعة سحيم بإقليم آسفي من عند الشاب يونس الخضاري، تحياتي للجميع وشكرا.